السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابنا الأعزاء، تعالوا خلينا نشوف هاي الأصوات اللي عندنا. واليوم عندنا صوت الثاء والذاء، مش بيها؟ خلينا نشوف هذا المخطط. شبابنا قبل ما تدرس أي شيء أو قبل ما تدرس الأصوات لازم تشوف المخطط. خلينا نشوف المخطط وش بيه. بالنسبة لهذا المخطط عندنا، شوف قاعد يوضح لك شو يقول لك. يقول لك إن الهواء الذي يمر علما عبر الفم. ليش؟ لأن اللهات السوفت بلد ترتفع فتنغلق الأنف، السوفت بلد ترتفع is raised، ومن رايز ترتفع الهواء يمر عبر شنو؟ الاير through the mouth. هاي الخطوة الأولى. الخطوة الثانية اللي عندنا يقول the tip of the tongue، حافة اللسان تكون قريبة إلى the front upper teeth. tip of the tongue، اكو خطأ عندي في التانك، غلسوا عليها ماكو اشكال. رايز ترتفع كلوز قريبا إلى the front upper teeth، الأسنان العليا الأمامية. هاي المخطط هنا ريت شباب تفتهموها فهم، يعني مو تحفظوها مو تدرخوها، لا لا، هذا الموضوع يراد له فهم. زين افتهمناها ماكو اشكال بيها. تعالوا عندنا بعد مشكلة ثانية، وهي هذا الأصوات بيها مميزات. شنو هاي المميزات؟ هاي بعد ما تحفظ هذا المخطط، بالمناسبة الأغلب الأساتذة الدكاترة يقول لك خلاص بشيلي على هذا المخطط كافي، مو إلا تحشي العبارات نصا. المميزات مالتها إنه الثاء strong قوي، أما الذاء يكون ضعيف. هو شنو يعني قوي؟ يعني أكو دفعة مع الهواء air، وعندنا الويك يعني ما بيها دفعة مع الهواء. بنقول ثاء أكو هواء قوي يطلع من عندنا. فهنا يقول لك يابا إذا الثاء والذاء نفس هذين الشغلات، شنو الفرق؟ إنه هذا ويك وهذا سترونج. نجي هنا أنا. بس شلون صيغة السؤال راح تجيك؟ How can we produce F لا مو F الثاء ثاء ثاء آسف أنا قلت F، هي مو F هي ثاء اللي انكتب هاي الطريقة، هي شو انكتب؟ نعم، وهاي الذاء. يقول how can you produce، كيف ننتجها؟ يقول the soft palate is raised. soft palate raised ترتفع. من ترتفع هنا يقول ال breathe الهواء او التنفس force يكون مجبورا go يعني يندفع المن go through يذهب خلال الفم. بعدين tip of the tongue حافة اللسان is raised is closed تقترب to the upper front teeth الأسنان العليا الأمامية. خش. أما النقطة الثالثة هي مجرد توضيحات، يعني أغلب الدكاترة يقول لك اكتب لي النقطة الأولى والثانية كلش كافية، فلا تتعب نفسك ولا تحمل نفسك مجهود كبير بهاي الطريقة. يقول لك يا بين الصوت راح يكون احتكاكي وهو يعني ليس عظيما جدا، المهم لك علاقة بهاي الشغلات. نجي إلى خلينا نشوف هنا ايش بيها هاي القطعة. لا ما عندنا شيء بيها، الوراها ما عندنا بيها شيء قوي، لا ماكو شيء. وين راح نروح يا طلابنا؟ الورود والله هنا ايضا ماكو اشكال. ها نعم، شوفوا لنا هاي عبارة. يقول الثاء والذاء strong قوي longer اطول يكون طويل يعني and voice less مهموس. إذن الثاء ثاء قوي longer مهموس، لكن الذاء تكون عكس ذلك تماما. شون يعني عكس ذلك تماما؟ من نجي إلى الذاء، وين صرت؟ نعم، شو عندي مشكلة بالقلم؟ أوكي من نجي إلى صوت الذ، هذا الذ يكون عكس ذلك تماما. شلون؟ هنا الث قوي، هنا الذ يكون weaker ضعيف، وهنا long هنا shorter قصير، وهنا voiceless مهموس و voiced مسموع.
والشباب يا هلا بالابطال. اذا بصراحه يعني انت تقدر تحفظ وحده مميزات احد الاصوات والثانيه تكون على عكسها تماما نقيض الها. شكو بيا بعد اشياء مهمه هسه راح نجي نشوف ايش عندنا. بالمناسبة احنا جاي هنا نركز بخط على الاشياء والنقاط الاساسية المهمة اللي يستفاد من عندها الطالب. يقول بعض الاحيان يكون هناك كونفيوز خربطة، وبمن يخربط يرتبك او يحتار بين الث والف، يعني هاي الث وهاي شلون هسه قبل شوية خربطت بيها بالسؤال مالتنا الفوق لما سألت، وبعضهم يخربطون بين الذ والف. اكثر شيء يصير عند الاطفال الرضع، لكن هاي مو يعني راح يسبب مشكله كبيره كلش، لكن كاستاذ لما تقرا قدام الطلاب لا لازم تركز زين لان الطالب يصيد عليك هاي الاخطاء. هاي فيما يخص صفحة 29 28 29. لا لا وين رحنا؟ اي وهاي ما بيها اي مشكلة، نروح الى الفقرة الثانية. الفقرة الثانية عندنا الس والز. الس والز مثل ما اتفقنا انه اول مرة نجي نشوف المخطط حتى نشوف شنو هاي مواصفاته وشلون يشتغل هذا صوت الس والز. المخطط شو يقول؟ يقول ان اللها ترتفع، نعم اللها ترتفع the soft palate is raised، بعدين الهواء breathe يمر pass through the mouth، حافة اللسان tip of the tongue ترتفع الى الالفيلر ريدج. خش في هيجي راح تقدر تسيطر على الموضوع. هاي عملية انتاج الاصوات، لكن انت لازم تحفظ النقاط الموجودة هنا. فايش يقول النقاط؟ يقول soft palate is raised، اللها ترتفع، مميزات انه هو strong والz is weak، s strong والz is weak. اوكي عملية الانتاج مالته راح تكون كالاتي. ها يقول الاس هو voiceless، والهاي مهم مو مشكلة، هاي مجرد للعلم بالشيء راح نجيها بالتفصيل. فنجي على خطوات انتاجها، كيف يتم انتاج هذا الصوت؟ يقول soft palate is raised، اللها ترتفع، breathe forced to go through the mouth، والتنفس يكون مجبورا ان يمر عبر الفم، tip of the tongue حافة اللسان تعادل، نعم tip of the plate of the tongue حافة نصل اللسان is very close تكون قريبة جدا to the alveolar ridge إلى اللها القسم الصلب من اللهات، يعني اللي صاير خلف الأسنان. بعدين teeth الأسنان are very close تكون مقاربة، يعني ما تقدر تخلي أسنانك بعيدة، الثي ما يصير لازم تكون قريبات. فهنا راح يولد عندنا فريكشن احتكاك، المهم النقطة الرابعة ما بها ذاك الشيء القوي. من مميزاتهن احنا بعدنا هذا قوي وهذا ضعيف، هنا عندنا الاس يكون لونج والز يكون قصير، يعني من تقول سس بس ما يقول از ما ترهم، يعني راح يصير عندك اشكالية. نرجع نقول ان الست هي voice strong قوي، voiceless مهموس، دائما القوي يكون مهموس والweak يكون strong، والs longer والz shorter، هاي مميزات لازم تكونوا حافظيها.
عندنا بها بعد إشكاليات هنا يا شباب. خلينا نشوف الإشكاليات اللي عندنا. لا ماكو إشكال، روحي وراها. ايضا ما عندنا اشكال، هذا كله مجرد يقول لك ها هنا. تعال نشوف هاي العباره. العباره هنا يقول فرانس فرنسا في بعض اللغات الفرنسيه جيرمان الالمانيه ايطالي الايطاليه تشاينيز الصينيه جابانيز اليابانيه روسيان الروسيه وايضا المصريه ما اعرف ليش ما ذكروها، يكون عندهم لا يفرقون بين الث والس. شلون يعني؟ يعني مصر ما يقولون ثعبان، يقولون ثعبان سامر ثامر سامر سيم. هذا هم راح يسوي مشكله، يقول لا انه لا يوجد هناك اشكاليه اذا قاموا بهذا الامر. ليش؟ لان الكلمات حتى لو بدلناها هم ماكو اشكال. يعني اللغة العربية مثلا ما يقولون قمر، يقولون قمر. ما يقولون كلب، يقولون كلب. فهنا أنا راح تكون مفهومة بالنسبة لصيغة الكلام. ايش عندنا بعد شباب؟ اوكي هذني فيما يخص، يعني هذا كله مجرد حشو ومعطينا امثله ويقول لك انتبه الى الالفيولار ريج الى اخره، لكن كاشياء محدده الطالب يستفاد من عندها بالامتحان او يقدر يستفاد من عندها بالحياه اليوميه لا ما عندنا. بالنسبه للش والج راح تكون هي محاضرتنا القادمه في صفحه 35. شكرا جزيلا.